أولاً صباح. وقبل كل حاجة عايزين نطمن على الأهل والأسرة والناس اللي موجودين في غزة. الأهل هناك إلى حد ما الحمد لله، يعني لما بنبعت لهم رسائل بيحكونا إحنا الحمد لله يعني على قيد الحياة، بنتنفس موجودين لحد الآن، إحنا بالحياة يعني بندعي ربنا إنه الله يسلم. بس يعني هاي المسجات أو الحاجات اللي إحنا بنحاول إنه إحنا نطمن من خلالها عليهم، طبعا بيكون بعد فترة ما فيش وسائل بس اتصال موجودة. يعني كان في كلام انقطاعات لشبكة الاتصال، في مشاكل في المكالمات أو الاتصالات، ده بتواجهيه ولا موجود؟ لا موجود موجود، حتى الاتصال المباشر فيهم موجود، ما فيش اتصالات، ما فيش شبكة، حتى الناس هناك كمان عندها قلق وخوف من عملية إنه أنت لما تتصل ويردوا عليك إن هم يعرفوا مكانهم فيتم استهدافهم. الاحتلال برضو في عنده نوع من الخبط شوية، إنه صار يعمل رسائل إلكترونية بصوت أهلنا هناك بحيث إنه يعرف كيف يوصل لهدول الناس بأماكنهم ويتم قصفهم. AI بقى يعني هذا كمان بقى صار صعب علينا كمان إنه إحنا نتواصل معهم تليفونيا عشان ما يحصلش أي أذى لإلهم، يعني بنستنى بس إن هم يردوا علينا بالمسجات اللي سواء كان على الواتساب أو على الفيسبوك. ده مجمل اللي بيصير. بتتواصلوا ازاي؟ متفقين على حاجة عشان تعرفوا بيها؟ لا ما فيش، احنا بنضلط كل يوم كل شوية، يعني كل كم من ساعة بنبعت انتوا بخير طمنونا، انتوا بخير طمنونا. ممكن يردوا عليك بنفس اللحظة، ممكن يردوا عليك بعديها بيومين بثلاثة بأربعة. انت بتضلك كل هاي الفترة قلق خايف يكون صار لهم اشي. ضلنا قاعدين على شاشة التلفزيون نتبع نشوف مين البيت اللي انقصف، مين العائلة اللي راحت. كل هاي الأمور بتضلك أنت متبعها 24 ساعة لتطمن على أهلك جوا.